جايين النهارده نحتفل بالنقابه العامه المستقله للعاملين بالكهرباء. والنقابه اهم اهدافها واول اهدافها الحفاظ على مصر والحفاظ على اهم القطاعات فيها. احنا هدفنا من تاسيس النقابه ديت ان احنا نستمر بهذا الاداء، ان احنا نحقق كل المتاح والمشروع اللي مطالبنا. المطلب الملح بالنسبه لنا العلاج الاسري. حضرتك ضم مدير الجيش، لان في ناس مش هتنضم لها الجيش. في حضرتك توحيد المزايا على جميع الشركات، انتاج نقل وتوزيع. احنا هنشوف الاولى منها حسب اولويات العاملين. احنا اسسنا النقابه الحمد لله، وبنطالب دلوقتي او بنحض السيد الوزير على تعاون الجهات الحكوميه معانا في توفير فرص عمل للعمال، في توفير الرعاية الصحية، ودي أهم مبدأ احنا بنتكلم فيه او من أهم أهداف النقابة، في زيادة المعاشات للعمال بالنقابة. بنطالب تأكيد على التأمين الصحي. الناس ديت اللحامين والبرادين والناس اللي عملت المشاريع العملاقة في مصر وخارج مصر، بنطالب لهم بحياة كريمة لهم والأسر بتاعتهم. عدد الأعضاء 450 عضو بالنقابة، أعضاء المؤسسين وبازدياد كل يوم يعني. وبازدياد. دي أول نقابة للحرفيين أو العاملين بشكل عام، لأن إحنا حرفيين وكمان التسويق في هذه الحرف. الآن إحنا وصلنا يمكن بداية 4000، منتظر في خلال أقل من سنتين ممكن نبقى 250,000 إن شاء الله. أنا بتصور إن النقابة هتحمي الصناعة، هتحمي كمان وهتعطي مزايا كتير جدا للعاملين. هؤلاء الناس بلا رعاية صحية، بلا تأمين اجتماعي، ولا بلا حماية قانونية لصنعتهم، وبلا حماية قانونية ليهم هم شخصيا، وبالتالي الناس بتشتغل في مهب الريح. العمال إذا ما أقاموا نقابتهم وخدوا حقوقهم في الحالة دي لن تتواجد طبقات فاسدة زي اللي حصلت، لأن أصلا كل مكان بياخد حقه بيبقى خصما من فاتورة الفساد اللي النظام ربى طبقة بالكامل كانت هي الطبقة الراعية والحاضنة للنظام السابق. العمال تريد فالمؤتمر بيتعامل مع قضايا ملحة جدا وقضايا حيوية في الواقع المصري، وأهم شيء فيه إن احنا بنستضيف النهاردة عدد كبير جدا من النقابات المستقلة التي خرجت من رحم الثورة عشان تشكل ظاهرة جديدة في المجتمع المصري، إن يبقى فيه أكثر في التعددية النقابية وأكثر من نقابة وأكثر من ناس تعبر عن رأيها بحقها وبحقها. احنا طلبنا بحقنا كعمال في الشركة، قام طردنا كلنا بره. طبعا احنا رحنا للوزير، الوزير قال الناس دي ترجع، رفض. يعني بيكسر أوامر الوزير، بيكسر قبول. انا باخد الأوامر دي من رئيس الوزراء.